الماتشات اللي بتتفرج عليها بتبقى اصعب ولا لما بتلعب وانا بتفرج المباريات؟ اصعب. ولا وانت بتلعب لا اصعب؟ وانا بتفرج اصعب والله. اه طبعا. فعشان كده فترة الإصابة خلت الواحد يعني يقدر الناس اكتر، يعني لان الموضوع يقدر بيبقى الناس، اه طبعا يقدر انفعال طبعا وغضب الجماهير طبعا في بعض الاحيان. لازم نتقبل انفعالهم وغضبهم طبعا، لان الموضوع صعب، بالذات لو انت بتشجع النادي بجد وانت بتحب النادي ما هو بجد. ده اللي كنت عايزه اسمعه الموضوع بيبقى منك. صعب، بتبقى ارجع لاحمد فتحي بقى، بتقعد تهري وتنكم في نفسك كنت يعني. عملت ايه بقى لو انت مكان فايلر وعندك النهارده شكل الاصابات ده، عندك ايمن اشرف كمان، كنت عملت ايه؟ لو انا مكان فايلر، انا ما ينفعش ابقى مكان فايلر. انت كنت عملت ايه لو مكان فايلر؟ احنا بنحلم، عارف يعني، ما انا بحلم يعني على قدي. نتخيل. خلينا يعني نتخيل يا سعد. انا ببقى لعيب، فهتكلم في الشكل يخصني كلعيب، لكن المدير الفني بيبقى هو اللي صعب. مطلق لا الحريه بص، يعني. هي صعب جدا يكون لعيب في الفرقه ويبقى تحطيه مكان المدير الفني يعني. خلينا ممكن سعد سمير ان شاء الله باذن الله بعد زمن طويل هو هنقول له لو كنت، وكمان هاخد من الحته ديت ولو هقولها كابتن هاني بقولها، بنقولها ما بيننا يعني، بنقعد نتكلم ما بيننا، لكن ما تطلعش. لا التقييم العام نطمن الناس يعني. طبعا. انت احنا بنتكلم في، وده شيء طبيعي ان لما يكون في توتر في الاداء الجماعي اكيد بيأثر طبعا. اكتر خط بيأثر عليه هو خط الظهر، فنطمن الناس ان شاء الله في اصابات ان شاء الله هترجع ونأدي. لكن بتتكلموا ازاي يا سعد جوه الفرقه على مشوار الدوري وبطوله افريقيا؟ عايزين نعرف انتوا مع بعض، انت واحد من الكباتن دايما اكيد بتتلموا زي ما اي حد اي فرقه دلوقتي، وخاصه النادي الاهلي، الاعداد ديت بتتكلموا على الدوري وافريقيا ازاي؟ هو طبعا يا كابتن انا لحد دلوقتي وكنا بنتكلم قريب، الدوري لسه ما اتحسمش، الدوري لسه في الملعب والدوري لسه موجود، لازم نقعد نقاتل ونحارب في كل ماتش بنلعبه لحد ما نجمع عدد النقط اللي يخلينا نكسب الدوري. فاحنا ده مركزين فيه بشكل كبير جدا، ان احنا نحسم الدوري بدري وان احنا نرتاح بدري، وفي نفس الوقت احنا داخلين على قبل نهائي بطوله افريقيا، فلازم يبقى فيه استعداد كويس جدا من خلال ماتشات الدوري للبطوله. كل لعيب يطمن على نفسه ويطمن على مستواه، يطمن لو في تكتيك المدرب عايزه بتحاول ان انت تطبقه في الملعب، بحيث ان انت هتبقى داخل على ماتشات قويه ومستوى تاني من المنافسه. حقيقي مستوى الدوري حاجه ومستوى بطوله افريقيا حاجه، زائد هي ماتشات مواجهات مباشره ومواجهات مصيريه، ان انت بتلعب فرقه كبيره زي فرقه الوداد، وفرقه احنا المفروض الفرقه كسبت مننا بطوله افريقيا قبل كده، فيبقى عندنا دافع اكتر ان احنا نتجاوز الماتش ده ونوصل للدور النهائي. فهو ده تفكيرنا، هو ده تركيزنا. وانا شايف ان ان احنا كلعيبه علينا دور اكبر وعلينا عمل اكبر، ان احنا نفرح جمهورنا، وان احنا الناس محتاجه تفرح بجد يعني. الواحد مصاب الفتره اللي فاتت، فموجود في الشارع على طول بيشوف الناس، الناس كل كلامها عن بطوله افريقيا، الناس كل هدفها بطوله لمسه افريقيا. كمان عشان انت يعني دلوقتي كمان الاصابه بعدك شويه، فبتبدا تتفرج على ماتشات، ممكن تتفرج مع اصحابك، ممكن تتفرج في حته، فانت كمان بتسمع الناس ردود الافعال عايزه ايه. فكل ده واصل لزمايلي، فانا بفكرهم وبفكر نفسي ان احنا بطوله افريقيا بالنسبه لنا السنه دي تحدي كبير جدا، مطلوب مننا ان احنا نركز كويس جدا، مطلوب مننا ان احنا نخلص كويس جدا، نخلص بمعنى ان احنا كل واحد يجي على نفسه ويضحي علشان خاطر اسم وكيان وفرقه النادي الاهلي. النادي الاهلي يستاهل مننا ان احنا نخلص بجد، ان احنا نضحي بجد، ان احنا الفتره دي نركز ونسكت، ونركز شويه ونسكت لحد ما الشهرين دول يخلصوا ونكسب بطوله افريقيا، وبعد كده زي ما انا بقول دايما نفسك في اي حاجه اعملها بعد البطوله، خد البطوله يعني اكسبها يعني اجل يعني يعني اجل يعني نركز نركز.